السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم. إن شاء الله هنتعرف على تقنية جديدة اللي هي الأوجمانتد رياليتي أو الخيال المعزز. هي دمج للموديل أو للشيء اللي موجود عندك على الموبايل مع الواقع اللي أنت شايفه بعينيك. بمعنى ممكن يكون عندك مثلا سطح معين، شكل معين، بتحط عليه الشكل اللي مرسوم عندك في الموديل زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. ده بيفيدني في إيه؟ بيفيدني في حاجات كتيرة جدا، سواء في الصحة، سواء في الفضاء، سواء في كل التعليم. ممكن مثلا تروح انت مكان معين تبدأ تدخل الصور اللي هي مرسومة او الفيلم اللي اتمثل الناس تشوفه في المكان نفسه، فده بيربط الحاجة في ذهنهم. من ضمن الحاجات ان احنا ممكن مثلا في الموقع انا ماشي بالموبايل عادي، مشغل الكاميرا والتطبيق بتاعي بتاع الاوجمانتد رياليتي، فشايف المواسير اللي هي مصممة في قلب الحيطة. انا المفروض مش شايفها، بس انا بشوفها من خلال الموديل اللي انا محمله. هنشوف مع بعض حاجة بسيطة دلوقتي، وهي تكنولوجيا جديدة اللي هي الاوجمانتد رياليتي دي. مثلا اهيت، تمام، دي ورقه عاديه خالص، مجرد ان انا حملتها بقى فيها كل التفاصيل واقدر اقرب واشوف ادق التفاصيل اهيت، تمام. يعني ممكن اخد معايا الورقه ديت، دي ورقه عاديه خالص اهيت، وده تطبيق احنا حملناه اسمه اف اي يو جي جي دي اي يو جي جي دي. ده ممكن تحمله، مجرد ان هو لقط الصورة ديت خلاص بقيت انت معاك تقدر تشوف كل التفاصيل اللي موجودة في المبنى، تمام. اهو ده مش المبنى اللي انا قاعد فيه طبعا، انا قاعد في كومباوند قاعد في حاجة موقع شغل، بس ده الموقع اللي موجود صورته هنا، تمام. ممكن اقول له انا عايز اشوف اللوبي مثلا، تمام. فانا كده موجود في قلب اللوبي وببدأ احرك الكاميرا بتاعتي بحيث اشوف كل التفاصيل اللي موجودة في الموديل، كأن انا جوه الموديل او خلاص انا دخلت جوه الكمبيوتر او انا اتنقلت للموقع اللي احنا لسه شغالين عليه. ده اللي في الخمسة مثلا اهو، تمام. ده هي اجهزه الكمبيوتر، وفي طبعا ناس فاتحه جيمز وناس عماله تلعب. تقدر تمشي في قلب الموديل وتشوف السقف وتشوف كل التفاصيل الموجوده وتشوف ايه المشاكل الموجوده وتحاول تحلها. في فاير فايتنج اهو كويس، تمام. تعال نشوف الورقه الثانيه، تمام اهي، هقول له كلوز، تمام. دي ورقه برضو مجرد شكل عادي خالص صورها احنا طبعناها، حتى انا جربت ان انا اطبعها او انسخها برضو اشتغلت عادي بدون اي مشكله خالص، لان الموديل متحمل في قلب البرنامج اللي احنا مشغلينه دوت. بتشوف كل التفاصيل، المطبخ طبعا اهم حاجه، تمام. بتشوف المكتبه اهي بتاعتك، في شويه كتب اهيت، تقدر تنزل تحت الكرسي تشوف ايه التفاصيل اللي موجوده تحت الكرسي، تمام اهو. خلينا نتني الورقه نشوفها. الموديل هو موجود اهو، ما اتنيش، هو الموديل متحمل على الصوره، تمام اه تمام ماشي. بدل ما كانت حاجه 2D لا بقت حاجه 3D فيها كل التفاصيل بتاعتها، تقدر تروح اي حته انت عايزها، ماشي اه تمام. فدي تكنولوجيا موجوده، نتمنى الناس تبدا تهتم بيها، تبدا تشوف التفاصيل بتاعتها، تبدا تدور على التطبيقات بتاعتها على الموبايل وتبدا تشتغل بيه زي ما احنا شايفين اهوت. تمام، اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط.